السيدات والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد حلقة اليوم نقسمها إلى محورين في الأول سيكون حديثنا حول استفتاء كردستان العراق أما الثاني فسيكون حول ترامب وحل الدولتين في المحور الأول صعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من حدة تصريحاته حول الاستفتاء العبادي أشار إلى أن حكومته ستفرض حكم العراق على كل مناطق الإقليم بقوة الدستور مؤكدا حظر الرحلات الجوية من وإلى مطارات كردستان العراق. العبادي طالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء على استقلال الاقليم كشرط للدخول في حوار لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل. آخر التطورات في هذا الملف نتابعها في هذا التقرير. يترقب العالم صدور نتائج استفتاء كردستان الذي تصدر العناوين والمشهد الاعلامي اليومين الماضيين مع ازدياد المخاوف من ان يؤدي هذا الاستفتاء الى انفصال في الجسد العراقي وبالاخص مع ازدياد الانقسامات على ارض الواقع حول شرعيه الاستقلال انتهت عملية التصويت التي جرت وسط توتر لم تشهد له مثيلا في العلاقات بين الاقليم العراقي وكل من بغداد والدول المجاورة، بالاضافة الى الولايات المتحدة الحليف الابرز والاهم على مدى سنوات للسلطات في اربيل، وفور انتهاء عملية تصويت بدأت عملية فرز الاصوات في الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان على مسألة انفصاله عن العراق، في حين اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الاقليم أن ان نسبه المشاركه في الاستفتاء تخطت حاجز الاثنين 72% في المتحدث باسم المفوضية صرح أن الأرقام الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ناخب داخل الإقليم والمناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية فيما يبلغ عدد المصوتين خارج العراق نحو ثمانية وتسعين ألفا بينما صوت أربعمائة وسبعة وتسعين ألف شخص في مخيمات النزوح ردود الفعل العربية والدولية تمثلت برد الفعل العراقي الرسمي وذلك على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث أشار أن الحكومة ستفرض حكم العراق على كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، مؤكداً حظر الرحلات الجوية في مطارات كردستان، مطالباً بإلغاء نتيجة الاستفتاء على استقلال الإقليم، كشرط للدخول في حوار لحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل. وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد. الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد في تصريح له ان بلاده ستغلق المعابر بشكل عام مع كردستان وتمنع تصدير النفط من الاقليم بدورها اعتبرت ايران الاستفتاء مرفوض ولوحت باغلاق حدودها وبحسب ما نسب الى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني بانه ارسل وحدات صاروخيه الى الحدود تحسبا لاي طارئ نناقش في محورنا الاول من حلقه هذه الليله استفتاء انفصال اقليمي كردستان عن العراق، ما هي النتائج المتوقعه اذا ما حصل ذلك واين يكمن خطر الانفصال على وحده العراق والعلاقه مع الدول المجاوره والعالم اجمع. ارحب بضيفي في المحور الاول الاستاذ محمد الحسيني مدير مركز هويه للدراسات، اهلا بك اهلا, أهلا. أهلا. بدايه ونتحدث عن النتائج، النتائج ظهرت 92% من, من شارك في عمليه التصويت ايد انفصال او استقلال الاقليم من صح التعبير. بمشاركة 76% ممن يحق لهم مشاركة في هذه في هذا الاستفتاء كيف تقرأ النتيجة بداية؟ نتيجة متوقعة يعني هذه النتيجة غير مفاجأة على الإطلاق معظم الكرد منذ البداية أعربوا أنه مجرد إجراء الاستفتاء هو يعني بدأت الأفراح يعني بدأوا الاحتفالات وبالتالي كان مؤشر واضح جدا أنه الأغلبية تتجه إلى التصويت بنعم أيضا المؤشر المهم جدا أنه او مؤشرين مهمات جدا في هذه الارقام اولا الغالبيه شاركت 76% مش رقم بسيط يعني نعم. للمشاركه في استفتاء ثانيا وهذا مهم ليس فقط الكرد هم من شاركوا هناك من شارك في هذا الاستفتاء من مجموعات قوميه وعرقيه اخرى موجوده في اقليم كردستان منها مجموعات عربيه عشائر عربيه موجوده في الاقليم حتى بعض العشائر الموجوده في كركوك بالمناسبه وهذا كان ملفت للنظر ربما مش اغلبيه ولكن ايضا يعني شاركوا وساهموا في النتيجه النهائيه ساهموا في النتيجة بمعنى ما تقصده أستاذ محمد أن هذه الجموع من غير الكرد التي صوتت قد تكون صوتت بنعم قد تكون صوتت بنعم قد تكون صوتت بلا بالمحصلة هي شاركت في هذا الاستفتاء وأعطت وجهة نظرها في استفتاء بطريقة بعيدا عن بعيدا عن الاطر اللي بتنطرح حول دستوريه او عدم دستوريه هذا الاستفتاء ولكن هي شاركت في عمليه عبرت فيها عن رايها من خلال الصندوق وبالتالي سواء رفضت او وافقت ولكنها شاركت في هذه العمليه بالمناسبه وفي المحصله هي اي عمليه انتخابيه وخاصه الاستفتاء انت بتعمله حتى تشوف راي الناس وراي الاغلبيه والاغلبيه كاسحه باتجاه الاستقلال طيب عندما يتحدث رئيس الوزراء العراقي صراحه اليوم ويقول ان قوه الدستور هي من ستحكم العراق نعم. وكافه مناطق العراق بما فيها اقليم كردستان نعم وجهه نظرك اولا تصريحات رئيس الوزراء العراقي يشوبها نوع من التسرع يعني هو متسرع في اطلاق التصريحات وكانه يريد ان يعني وكانه يسعى الى صدام مع انه بامكانه ان ان يعني يدخل هو من خطوة يسعى للصدام رئيس الوزراء العراقي منذ اللحظه الاولى لاعلان الاستفتاء وهو يتحدث الى الاكراد ويطلق تصريحات واضحه بان بغداد الحكومه المركزيه في بغداد لا تريد هذا الاستفتاء صحيح لا صحيح هذا, هذا شيء والتصريحات شيء اخر يعني هو لا يريد الاستفتاء لا يعرف لا يعترف بالاستفتاء هذا شيء اما التصريحات الاخرى المرتبطه باغلاق الاجواء والمطارات والمنافذ الحدوديه تفصيل وهذه الامور يعني هذه اخرى ولكن انا في موضوع الدستور الذي يحكم يعني انا حابب اتوقف هنا أين كان هذا الدستور آه لماذا لم يحكم هذا الدستور في أمور متعلقة بالمناطق المتنازع عليها سابقا وبالأخص كركوك المادة 140 لماذا لم يتم تفعيل الدستور فيما يتعلق بالمجلس الاتحادي اللي المفروض أنه ينشأ بموجب الدستور ولم يتم إنشاؤه لغاية الآن لماذا لم يتم تفعيل اتفاقية أربيل عام 2014 واللي كانت تتحدث عن أن الأكراد يبقوا في الحكم وشركاء في دولة بتطبيق مواد الدستور المعطلة لماذا يجري حديث عن الدستور بانتقائيه لماذا تم تعطيل كل هذه الامور لماذا تم تعطيل حصه الافراد لماذا 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 لا يستعين رئيس وزراء العراق اليوم ببنود الدستور عندما يحدث هناك حسب وجهه نظر العبادة نعم على نعم. الاقل تقدير نعم. الحكومة المركزيه في بغداد اليوم نتحدث عن انفصال نعم إذا كان هناك ما سيؤثر على وحدة العراق فإن الدستور سيستخدم ولا يسمح بذلك طيب أولا، نحن نتحدث عن استفتاء لنكن واضحين جدا ثانيا رئيس القليم كردستان السيد برزاني أوضح أنه بعد هذا الاستفتاء هو مستعد للدخول في مفاوضات وحوارات مع بغداد لمدة سنة أو سنتين وهذه رسالة كانت أعتقد واضحة أنه إحنا لسنا متجهين نحو الانفصال بشكل مباشر هذه الرسالة رفضها العبادي وقال أنا لن أتحدث إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء أليس هذا حقا للعبادي هذا حق, هذا حق للعبادي ولكن هناك أيضا حق للكرد في إجراء استفتاء يحقق مصيرهم هذا الحق المكفول في كل المواثيق الدولية وهذا الحق المكفول في ميثاق الأمم المتحدة هلا بعيد عن السياسه احنا نتحدث عن حق مكفول حق انساني مكفول هؤلاء قوميه تعيش على ارض متصله ارض تاريخيه لهم من حقهم ان يقرروا مصيرهم بغض النظر عن وضعهم السياسي والجغرافي ما يحدث حول اقليم كردستان لا علاقه له بحق تقرير المصير بقدر ما له علاقه بالمصالح السياسيه ودليل ذلك الغضب التركي ودليل ذلك الغضب الايراني هل هل اقليم كردستان العراق جزء من ايران هناك غضب عراقي يعني. نعم نعم ولكن بعض الفكره لي استاذ محمد عشان نكون صريحين الكرد يتحدثون عن الاخوان العراقيين نعم وليس عن العراق الذي هم جزء منه على اقل تقدير تاريخيا اليوم نحكي على الأكراد هم جزء من العراق ويحصلون على حكم ذاتي لا يحصلون عليه في اي منطقه اخرى اليس نعم. كذلك؟ يحصلون على حكم ذاتي الدستور سيدي حتى في ابان حكم صدام حسين كان الكرد حكم ذاتي نعم اليوم الاكراد خرجوا عن اطار الحكم الذاتي ويتحدثون عن استفتاء نعم. يمهد إن صح التعبير لاستقلال أو انفصال أيا أن كانت تكون المسميات وبغداد لا تريد أن تتحدث إلى الكرد إذا ما كانت هذه الورقة حاضرة على الطاولة هذا موقف بغداد وهذا طبيعي جدا بغداد وخاصة منذ أن استلم التحالف الوطني مقاليد الحكم بدأ في التراجع خطوة خطوة أساسا عن الحكومة الاتحادية يعني كان في الأساس لما تم تشكيل الدستور أو كتاب الدستور في 2005 أن تكون العراق دولة اتحادية فدرالية بمعنى أن يكون هناك أكثر من إقليم وليس فقط إقليم كردي كان هناك إمكانية لكل ثلاثة محافظات أن تتحد في إقليم حاولت مجموعة من المحافظات أن تشكل أقاليم مشابهة لإقليم كردستان ولكن التحالف الوطني حاكم اللي هو جماعه المالكي رفضوا هذا التوجه، وبالتالي هناك كان في تراجع اساسا من قبل التحالف الحاكم عن فكره لا مركزيه وفدراليه العراق نحو دوله مركزيه تحكم العراق والعوده الى السابق، هذا واحد، ثانيا الدستور العراقي على ماذا ينص استاذ محمد؟ الدستور هو العراق دوله اتحاديه باراده حره. بمعنى انه انه المتحدين في هذا الكيان الفيدرالي اتحدوا باختيارهم وبالتالي ليس اتحادا اجباريا اما اذا بدنا لكن نرجع للتاريخ ولكن اذا بدنا نرجع واحد. للتاريخ دستور العراق وحده واحده صحيح ولكن اذا بدنا نرجع للتاريخ حتى يعني كمان الرجعه للتاريخ دائما صعب شوي يعني حتى العراق نفسه مع تقديري لهذا البلد العظيم وحبي له و و وعدم رغبتي ان اراه يعني يدخل في مشاكل ولكن حتى العراق ما قبل سايكس بيكو هل هو العراق بهذا الشكل الذي الذي نراه يعني العراق تم انشاء بقرار بريطاني بدمج ولايات الموصل وولايه بغداد وولايه البصره، لم يكن هناك ما يسمى العراق قبل سايكس بيكو وقبل الانتداب البريطاني وبالتالي لما نحكي تاريخ لماذا لا نعيد الموصل الى تركيا على سبيل المثال، والان بدا اردوغان يتحدث عن وجود متطوعين يبلغ عددهم خمسة آلاف مقاتل متطوع اليوم صرح مستعدين للذهاب الى العراق لحمايه التركمان. اللي هم أساساً بالمناسبة لا علاقة لهم بتركيا ولكن الموضوع يعني سياسي أكثر منه وبالتالي يعني إذا بدنا نرجع تاريخياً فلنفصل الموصل كلها ونرجعها لتركيا ولنفصل الأهوار ونأخذها من إيران يعني هذا لكن, لكن اسمح, اسمح لي اسمح لي اسمح لي العراق موجود وهو حاضر تاريخياً ومنذ التاريخ بغداد حاضرة كعاصمة بغداد حاضرة طبعاً بغداد ع... طبعاً طبعاً ولا يمكن أن تذهب هذا منط هذا منتهي والعراق كما نعرف اليوم هو عراق تاريخ وعراق حاضر وموجود ونعرفه جميعاً اليوم السؤال المهم كردستان واقليم كردستان حتى وان كان الاقليم يبحث عن انفصال عن ايا يعني ان تكون المسميات اليوم هو محاصر صحيح ايران لا ترغب بانفصال هذا الاقليم بغداد لا ترغب بانفصال هذا الاقليم صحيح وتركيا لا ترغب بانفصال هذا الاقليم ولن يكون الحال في سوريا افضل صحيح سوريا تتحدث اليوم النظام الحاكم في سوريا يتحدث عن حكم ذاتي للاكراد لا اكثر ولا اقل في ظل هذا الحصار كيف سيعيش الاقليم يعني سيخلقين في مشكلة هذا معروف يعني نحن نتحدث هنا يجب أن نفرق أن نفرق بين حق الكرد في تقرير مصيره والواقع الذي يحدث على الأرض هل هناك فعلا إمكانية لقيام دولة كردية بدون موافقة الدول الإقليمية ودول العالم وبالأخص الولايات المتحدة أنا أشك في ذلك لكن في المحصلة إذا افترضنا أن هناك أي شعب يريد أن يناضل من أجل استقلاله فعليه أن يدفع الثمن لا يمكن ان ينال اي شعب استقلاله او يحقق مصيره اذا لم يدفع هذا الثمن حسب اعلانات القيادات الكرديه فهم مستعدون لتحمل هذا الثمن الى اي درجه هم فعلا جادين في هذا الموضوع الى اي درجه هم قادرين على التحمل الى اي درجه الكرد كمواطنين قادرين على التحمل هذا ما ستثبته اذا ما إذا, اذا اذا تصريحات الاوليه اليوم هناك جيش ايراني صواريخ بارستيه ايرانيه على الحدود, على الحدود هناك منع لتصدير النفط من قبل تركيا وهناك منع للطيران من والى الاقليم صحيح كل هذا يعني لا يضغط ذلك على الاقليم على الاقل اقتصاديا ألن يخنق الاقليم لا سيخنق الاقليم وسيدخل الاقليم في وضع صعب وسيدخل القيادات السياسيه الكرديه في وضع صعب الان بما انه رئيس اقليم كردستان السيد مسعود برزاني تحدث انهم مستعدون ولا يهابون ومستعدون لتحمل النتائج سترى القدره على تحمل النتائج الفكره انه قد يكون ذلك يعني مدخل للدخول في حوار مع مع بغداد بالمناسبه كان في تصريح للبيت الابيض مهم جدا البيت الابيض على الرغم من انه لام الكرد على الاستفتاء ويقف مع وحده العراق لانه ايضا وقف ضد قرار الحكومه العراقيه بحظر الطيران في مطارات اربيل والسليمانيه وبالتالي يعني هذا الموقف يعني بيرسل اكثر من هناك مشارك. من يجد ان الموقف الامريكي كان اصلا مع الاستفتاء وان ما حدث كان مجرد تلاعب في العبارات ممكن في ممكن الموقف الروسي ايضا صدر انه باحترام رغبه الكرد في تحقيق مصيرهم في ارائهم الان الدول تقيس الامور وتريد ان ترى ان الامور يعني راح تذهب انا انا باعتقادي لابد ان يحدث حوار ولكن المشكله الحقيقيه انه قبل هذا الحوار سيدفع كثير من الناس ثمن لهذا الموضوع يعني من يسمع تصريحات السيد العبادي يعتقد انه في حرب على على الابواب ولا هو تحدث عن ذلك صراحه هو هو لما يكلف <applause> نعم وهو لما يكلف رئيس هيئه الاركان في الجيش العراقي بالتعامل مع الموضوع فهو اخرج الموضوع من طابعه السياسي الى طابعه العسكري وهذا خطير خطير جدا الامر الاخطر هو انه في وجود لبعض قوات الحشد الشعبي على اطراف كركوك وقد يتم استغلال مثلا موضوع الحويجه للدخول في صدمات مع البشمرقه وهذا خطير جدا وهذا مش بس خطورته في الصدمات اللي ممكن تحدث، هذا خطورته انه راح يترك المجال لداعش لتتنفس من جديد بعد شراكه ناجحه بين قوات البشمرقه والقوات العراقيه والحشد الشعبي في محاربه داعش الحشد الشعبي الشعب اليوم يقف على حدود كردستان استاذ محمد نعم نعم هذا ألا اللي ألا هذا اللي انا ذكرته هذا اللي أنا ذكرته في بغداد اذا لم يق اذا لم تكن القيادات الكرديه واعيه لما يحدث قد تدخل قد, نحن قد نشهد معركه نعم نعم هذا ما ذكرته هذا ما ذكرته طيب. المعركة خطورتها مش فقط في المعركه نفسها ولكن خطورتها ايضا في اتاحه المجال لداعش للعوده من جديد بعد ان تم القضاء عليها ولكن هذا هذا التصعيد غير مطلوب يعني اذا كان الكرد اصروا على اجراء هذا الاستفتاء ولكنهم ربطوا ذلك باجراء حوارات فعلى على الحكومه المركزيه في بغداد ايضا ان تفتح الباب تفتح الحكومه المركزيه في بغداد الباب بالحوار قبل الاستفتاء؟ لا يا سيدي ذهب المجلس الأعلى لإجراء الاستفتاء في كردستان إلى بغداد في العشرين وقبل العشرين من الشهر وطرح خطة طريق كاملة متكاملة وكان مسعود بارزاني التقى مع حيدر العبادي سابقا قبل سنة وتم طرح فكرة الاستفتاء ولم يجد معارضة في ذلك الوقت من حيدر العبادي وأعلنها في ذلك الوقت مسعود بارزاني الآن تغير الموقف بعد أن أصبحت الحكومة المركزية في موقف قوة يعني بعد أن تم القضاء على داعش أصبحت الحكومة المركزية في موقف قوة والآن تستطيع أن تتحدث قبل سنة لم تكن تستطيع <applause> حدث في هذا الموضوع أنا أسمح لي أن أرحب بالناشطة الحقوقية هيام يونس كريم من إقليم كردستان العراق مساء الخير أستاذ هيام مساء مسأل نور أستاذ أهلا وسهلا فيك وأنا كمان أشكركم على الاستضافة وأشكر فضائية رؤية جميلة بكادرها وكادر برنامج نبض البلد أهلا بك اسمحي لي أولا أن تصفي الوضع اليوم والآن في كردستان بعد كل ما صدر عن الدول المجاورة إن صح التعبير نعم أستاذي العزيز الأوضاع في كردستان اليوم ممزوجة بين الترقب والانتظار وكذلك الفرح. الترقب بالنتائج الملموسة للإتفاق على أرض الواقع في الخطوات التي ستتخذ من قبل رئاسة الإقليم وكذلك الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي. أما بالنسبة للشعب الكردي فإنه فرح جدا بهذه الخطوة والدليل أن غالبية العظمى من الكرد ذهبوا الى صناديق الاستفتاء وطب اهازيج ودكات واحتفالات عمت ارجاء مثل الاقليم وكذلك انا ما زلت اسمع يعني الى حد الان أطلقات الالعاب الناريه واصوات المسافرين في الشارع. استاذه هيام اليوم الحديث على اقل تقدير من الحكومه المركزيه في بغداد عن منع الطيران من التحليق او من من كردستان العراق ذهابا وايابا. والحديث عن منع نعم. تصدير النفط. وهناك قوات نعم. عسكريه ايرانيه وهناك حشد شعبي كلها متواجده في محيط الاقليم. كيف نعم. تقرؤون الموقف اليوم داخل الاقليم وانتم شبه محاصرون ان صح التعبير. نعم استاذ استاذي يعني اعتاد الشعب الكردي على هذه الرده الاسوديه لحكومات العراقيه المتعاقبه. أه، تجاه اراده الشعب الكردي وحريته. تم سنوات كثيرة ونحن نسمع بالتهديدات وأن الحكومة الاتحادية قامت بخطوات بقطع موازنة الأقليم بحجة شركة وكذلك أيضا كانت عائقا أمام تسليح الفيش مرجع وأثناء مواجهة تنظيم داعش الإرهابي كان ذلك بكل الأحوال الكرد حزموا أمرهم بالاستقلال وسيتحملون بصراحه كافه النتائج المترتبه على ذلك لان الهدف اسمى على استاذ هيام هل, هل هل الاكراد قادرون على تحمل هذا الضغط الاقتصادي اليوم اذا ما تم؟ اذا ما تم الضغط الاقتصادي انا باعتقادي انه ارض كردستان هي أه هي سله للغذاء وكذلك أه شعب كردستان هو هو قوي جدا لانه تحمل وفي وهذا التاريخ شاهد بتحمل كل انواع من ال من الحصار والتعذيب نعم والاطفال وكل شيء نعم أشكرك كل الشكر الأستاذة هيام يونس كريم الناشطة الحقوقية كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من إقليم كردستان العراق أستاذ محمد أعود لك الحقيقة يتحمل الإقليم هذا الضغط نعم أو لا تتحمل دول الجوار استقلال الإقليم إن تم بعد هذا الاستفتاء نعم أو لا؟ هل يتحمل الإقليم؟ أعتقد يتحمل إلى فترة مؤقتة وليس إلى فترة قديش. طويلة. يعني ممكن أن يصمد إلى إلى سنة بحد أقصى. ويعني يعني اعتماداً على موارد الطبيعية، اعتماداً على الزراعة، اعتماداً على الثروات المائية الموجودة فيه. بالمناسبة عندما تتحدث تركيا عن إغلاق المنافذ، فيتحدث عن خسارة السوق العراقي لأنه كل الواردات أو الصادرات التركية عندما تذهب إلى العراق تذهب من خلال كردستان. ما فيش منفذ حدودي آخر يعني باستثناء. يعني لازم نروح عن طريق الموصل يعني وهذه مش مش كافيه تجاريا الامر الاخر الموصل حدود طويله بين الموصل وتركيا لا لا مش كافيه تجاريا لا لا تجاريا ليست كافيه انك انت تظلك تشتغل على كل السوق العراقي انت تتحدث عن جزء كبير من العراق راح تفقده انت في هذا السوق وبالتالي اذا ذهبت الى كردستان استاذ محمد تجد ان البضاعه التركيه هناك موجوده بشكل كبير, كبير يعني نعم هذا سوق كبير استثمارات تركيه آه تماما وبالتالي في خساره لجزء كبير من هذا السوق هذا واحد اثنين دعنا نكون يعني انا لا اريد ان اكون سباق الاحداث ولكن من اشترى النفط من داعش بيشتري النفط من الاكراد يعني, يعني سابقا حكومات في المنطقه تدعي كانت عدائها لداعش المطلق ولكنها اشترت نفط من من داعش ما الذي يمنعها او من خلال السوق السوداء ما الذي يمنع الكرد من من تصدير البترول مره اخرى ولو بسعر اقل طبعا يعني هذه حلول مؤقته ممكن استخدامها هل الدول تتحمل انفصال اقليم كردستان لا اعتقد ذلك انا اعتقد ان هناك سيكون ضغط كبير جدا من كافه هذه الدول هذا الضغط في المحصله قد يؤدي الى حدوث حوار من نوع ما يضع شروط مختلفه للعلاقه بين اقليم كردستان و بغداد والدول المجاوره، لا اعتقد تماما ان الدول المحيطه عندها استعداد ان تتعامل مع دوله مستقله حاليا في هذه في هذه الفتره، تركيا لديها مخاوف من جنوبها، ايران كذلك، سوريا كذلك، وبالتالي تخوفهم من من وجهه نظرهم هو في محله انه قد يؤدي ذلك الى استقلال المناطق اللي هم مسيطرين عليها، ولذلك سيبذلوا كل جهدهم لايقاف نمو اي دوله كرديه على الاراضي الكرديه. الموقف الامريكي حاسم سيكون في هذا الموضوع، يعني نريد ان نرى الموقف الامريكي، مع تاكيد ان الامريكان سابقا تركوا الاكراد وتخلوا عنهم في اكثر من مرحله حاسمه، يعني هذا هذا تاريخيا معروف، وبالتالي قد يدير الامريكان ظهرهم للكرد في اللحظه الاخيره. بنعم او لا. هل سيتجه الكرد الى الاستقلال؟ هل المفاوضات ستكون مع بغداد باتجاه الاستقلال؟ ام ان الاكراد فقط ستكون هذه الورقه، ورقه الاستفتاء؟ ورقه ضغط لتحصيل المزيد من المكاسب من بغداد لا هناك خيار اخر هناك خيار الكونفدراليه قد يتم طرح خيار الكونفدراليه بين كردستان والعراق وبالتالي هذا خيار قد يكون حلا في هذه المرحله من خلال دولة كردية ودولة عراقية تتحد في إقليم في دولة كونفدرالية ترى ذلك الأقرب؟ قد يكون أحد الخيارات يقبل العبادي بما يصرح به اليوم بهذا الخيار؟ يعتمد على المواقف الدولية إذا المواقف الدولية الولايات المتحدة الأمريكية نعم الولايات المتحدة الأمريكية طبعا إذا ما حسمت الولايات المتحدة خيارها اتجاه الأكراد سيكون سيكون هناك حل من هذا كونفدرالية نعم أشكرك كل الشكر أستاذ محمد الحسيني مدير مركز هوية للدراسات شرفتني في المحور الأول شكرا جزيلا لك